السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد العامل المحترم مدير مديرية التخطيط والتنمية الترابية لوزارة الداخلية، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أرحب بالسيد العامل المحترم مدير مديرية التخطيط والتنمية الترابية لوزارة الداخلية لتفضله بحضوره معنا هذا الجمع المبارك، كما أرحب بكافة السيدات والسادة الحاضرين معنا للاحتفاء بتنصيب السيد المدير العام للوكالة الجمعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتصفية السائل باتون كونيترا الذي تم تعيينه على رأس هذه الوكالة بقرار للسيد وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 4 مارس 2021. وهو التعيين الذي يندرج في إطار تفعيل الحركة الانتقالية المتجددة والمستمرة التي تشهدها الوكالات الجماعية المستقلة بكافة ربوع المملكة. وتعتبر هذه الحركة مناسبة متجددة باستمرار تجسد مواصلة مسار دعم الوكالات الجماعية المستقلة بالتأطير المناسب والأمثل كما ونوعا بفضل التجديد المستمر للقيادات. بغية إضفاء دينامية متواصلة على الأداء الوظيفي لهذه المؤسسات ذات الارتباط الوثيق بالمواطن، خاصة أنها من القطاعات الأفقية التي تتقاطع تداخلاتها مع كافة المجالات التنموية الاستثمارية والاجتماعية. نتمنى للسيد المدير العام الجديد السيد هاني التوفيق في مهامه الجديدة على رأس الوكالة المستقلة التي تشهد نموا مضطردا وتحسنا مستمرا في مؤشراتها التدبيرية، وتتمثل أبرز المهام التي تنتظر الإدارة الجديدة في الحفاظ على المؤشرات التدبيرية الإيجابية التي حققتها المؤسسة طيلة السنوات 10 المنصرمة في إطار الاستمرارية الضامنة للمكتسبات، كذلك استكمال مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة لإقليم قنيطرة الذي أعطى انطلاقته مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره ونصره خلال زيارته الميمونة ليوم 7 أبريل 2015، والتي ساهمت فيه الوكالة بمبلغ يناهز مليار درهم. كذلك تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة لرسم سنوات 2021-2025 والذي تقدر تكلفته بمليار و605 مليون درهم، والذي تفرض أهميته وحجم الاستثمارات المبرمجة لتنزيله تعبئة كافة الطاقات وتضافرها لبلوغ الأهداف المنشودة منه، ولا سيما المتمثلة في مواكبة الدينامية الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها إقليم قنيطرة عبر توفير الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات ومواكبة النمو العمراني والديموغرافي للإقليم. مواجهة وباء كوفيد-19، إذ بفضل هذه المنظومة حافظت الوكالة على استمرارية أدائها الوظيفي بالرغم من إكراهات الحجر الصحي. كما ومطالب بإتمام تنزيل ورش التواصل الذي دشنته الوكالة والذي ساهم بشكل متميز وملحوظ في انفتاح الوكالة على محيطها وساهم في تعزيز مؤشرات الحكامة في تدبيرها. وتحقيقا لهذه الرهانات ندعو كافة المنتخبين والسادة رؤساء الإدارات اللامركزة والسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة والمصالح الإدارية الإقليمية المعنية والسادة رجال السلطة لتقديم الدعم اللازم للسيد المدير العام الجديد ولمصالح الوكالة لمساعدتها ومؤازرتها على تحقيق مهامها وبلوغ أهدافها وفق المقاربة التشاركية والانتقائية اللازمتين لتدبير شأن محلي. النيابة السابق السيد مصطفى الزهري على النتائج الإيجابية والملموسة التي حققتها الوكالة خلال إدارة تدبيره لها والتي تبرهن عنها الحصيلة الرقمية المحققة والمتمثلة أساسا في تنزيل مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة للإقليم، تحسين مؤشرات التدبيرية والمالية للمؤسسة، تحسن مردودية الشبكات، تعزيز أساليب التدبير المعقلة للوكالة من خلال تحسين ما توفق سائلا الله عز وجل أن يكلل عملكم بالنجاح وأن يوفقكم في مهامكم حتى نكون جميعا في مستوى تطلعات الساكنة في ظل الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين
صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس حيظه الله ونصره وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي حسن وسموه الرشيد الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة أفراد أسر ملكية الشريفة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات السيدات والسادة، كما هو في علمكم قد جرت في الآونة الأخيرة حركة التعيينات لمدراء عام من الجنود أهمة الاثنى عشر وكالة على الصعيد الوطني، حيث تم انتقاء المدراء الجدد عبر عدة مراحل مع اعتبار الكفاءة والخبرة والتجربة لتحمل المسؤولية تسيير الوكالة، مما سيشكل قيمة مضافة ومناسبة لضخ دماء جديدة لمواصلة المجهودات المتجهية تتمتع بالشخصية الذاتية والاستقلال المالي. تسهر هذه المؤسسات على ضمان داخل نفوذ ترابها تدخلها الترابي خدمات توزيع هذه القطاعات الثلاثة، والتي تعد من بين المرافق العمومية الحيوية والاستراتيجية لمالها على المستوى الكهرباء والتطهير السائد بمدينة مراكش منذ سنة 1990 قبل أن يعين مديرا عاما منذ سنة 2014 بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للصحي الإقليم الجديد. هذا ما جعله يتوفر على خبرة عالية اكتسبها طيلة مساره المهني بفضل المسؤوليات التي تحملها سواء على المستوى التقني أو تدوير المشاريع الكبرى، وكذلك في علم تجربته في تحديث تدبير ورقمنة الخدمات، فضلا عن كفاءته في مجال تدبير الموارد البشرية والمالية. أهمه في أحسن الظهور، وأتمنى له كامل التوفيق في مسؤوليته الجديدة خدمة لرعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مرة أخرى بالشكر وبالتهاني للسي سهري على المجهودات اللي قام بها خلال هذه الفترة ديال تقريبا علينا 3 سنين اللي كان فيها على رأس الوكالة بصفته مدير عام بالنيابة، قام بمجهودات كبيرة وجبارة وكنشكره جزيل الشكر وكنتمنى له التوفيق إن شاء الله بحول الله في المهام الجديدة ديالو إن شاء الله بحول الله. كذلك كنرحب بسميتكم كاملين السي الهامي المدير الجديد الوكالة ديال قنيطرة اللي نتمنى له كذلك التوفيق والنجاح، يقال بأن لكل داخل دهشة أن قنيطرة ممكن يجد دهشة. مرحبا بك ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله بحول الله، والحمد لله الوكالة فيها أطر ومستخدمين في مستوى عالي جدا اللي غادي يسهلوا لك المهمة، بالإضافة إلى الأعضاء ديال المجلس الإداري وكذلك جميع الإدارات والسلطات لا الأمنية ولا المحلية اللي غادي يتعاونوا معك إن شاء الله بحول الله حتى تقوم بالمهمة ديالك في أحسن حال إن شاء الله بحول الله. مرة أخرى مرحبا بك والله يكمل لك الخير والتوفيق إن شاء الله بحول الله. السادة العمال، السيد العامل ديال إقليم قنيطرة والسيد العامل ممثل المتنوب على السيد وزير الداخلية، انه برنامج ديال اللي غادي نخدم عليه هو البرنامج ديال التطوير والتحديث ديال الاداره والرقمنه ديالها والبرامج الاستثماريه في الميادين اللي تشتغل فيهم الوكاله في الكهرباء والماء والتطهير السائل، والاهم في هذا الشيء كله هو الخدمه ديال الزبناء ديال الوكاله والارضاء ديالهم عبر يعني تنفيذ هذوك المشاريع وعبر الانصات وعبر التواصل معهم باش نرقيو ان شاء الله هذه المؤسسات تكون يعني في المستوى المطلوب. وشكرا. الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذا يعني حفل ولا ديال التنصيب ديال المدير العام الجديد ديال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة بإقليم القنيطرة السي إلهامي عبد الله، وفي نفس الوقت كان صراحة تقال وداع ديالي وراني استلمت المهام ديالي في الجديد في إقليم جديدة في الوكالة ديال الجديدة أمس الثلاثاء. كل ما يمكن أن أقوله هو أنني أتوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم وكل من ساند هذه الوكالة باش توصل هذا المستوى.
على رأسهم السيد عامل عام الإقليم القنيطرة السي فؤاد المحمدي اللي كان صراحة تقال أفضل سند والأخ وبصفته رئيس المجلس الإداري يعني هو وراء كل هادشي اللي وصلت له الوكالة مع السيد العام بطبيعة الحال هناك أيضا السيد كاتب العام السيد مدير الديوان ورؤساء أقسام بالعمالة رؤساء المصالح يعني راه كنعرفهم كلهم باسمه وصفته وليزانجينيور الأطور ديال العمالة أيضا بصراحة رؤساء المصالح الأمنية ورؤساء السلطات المحلية السيد الباشا السادة رؤساء الدوائر السادة القياد يعني الناس ديال السلطة المحلية هما كانوا خير عون وسند لنا أيضا رؤساء الناس ديال رؤساء المصالح اللامركزة كل باسمه وصفته المجلس الإداري الأعضاء دياله الناس ديال المنتخبين والمستشارين يعني كل واحد ساهم من جهته في هذا الرقي اللي وصلت له الحمد لله الوكالة إلا كان شي واحد خصني نشكره واللي عنده الفضل يعني أوبيراسيونيل العملي في هذا الشيء اللي وصلت له الوكالة هما الأبطال الحقيقيين اللي هما الأطر والموظفين ديال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بإقليم القنيطرة الأطر التقنية والإدارية المستخدمين والعمال ورؤساء الأقسام رؤساء المصالح رؤساء المكاتب رؤساء الفرق والمستخدمين والأجراء كلهم كل بصفته واسمه يعني راكين أكثر من 540 مستخدم في الوكالة كنشكرهم كل واحد بسميته على حقاش هما اللي لهم الفضل في هذا الشيء اللي وصلت له الوكالة وهما اللي غادي يخدموا مع السيد المدير العام الجديد السي إلهامي عبد الله اللي كنتمنى له التوفيق وان شاء الله راه غادي يلقى واحد الارضيه من داك الشيء وما يمكن هذه الوكالة الا تزيد القدام وفي التالي شكرا جزيلا للجميع مرحبا ثلاثه ولا اربعه ديال العناوين الحمد لله التحقيق ما نقدرش ندير لك خلاصه المهم في لانفراستركتور تحققت بزاف ديال الحوايج محاربه الفيضانات في الحد من التلوث يعني برامج ضخمه للاستثمار داز 1 مليار وصرف لهفات 1 مليار و300 مليون في 5 اعوام الفائته وبرنامج ديال الاعوام الخمس اعوام القادمه ديال 1 مليار و600 مليون يعني المجالات المهمه اللي التقنيه كاين لانفراستركتور ديال الحد من الفيضانات الحد من التلوث ديال موليبوس الهام مرجة الفوارات وواد سبو يعني خطينا خطوات كبيره الحمد لله في هذا الميدان هناك ايضا في يعني تامين التزويد بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب والماء الصالح للشرب في اطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب اللي توقع امام صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله اللي احنا منخرطين فيه في اقليم القنيطره هذا الشيء تقنيا والحمد لله تحسين جودة الخدمات لا في الصيانة لا في يعني المسائل اللي عندها علاقة نيشان مع المواطنين أيضا في ليفولي اللي ماشي التكنيك هما يعني في المستوى لا كومينيكاسيون الحمد لله نسيت ما شكرتش سمحوا لي بزاف رجال الإعلام زعما لا حول ولا قوة إلا بالله سمحوا لي الله يخليك هذا الجسر ديال التواصل مع الإعلام ربطي بشكل كبير واش هذا اللورو اللي دوزتيه سي عبد الله إن شاء الله سي عبد الله الهامي لقى ماشي انا ملي درت هاد المسائل اللي درت ديال الاعلام ماشي درتها فرديا درتها مؤسساتيا يعني راه كاينه واحد المؤسسه اللي هي مصلحه ديال التواصل قائمه بذاتها كاينه اون اجونس دو كومونيكاسيون كاينه اون اجونس دو برودكسيون كاين دي بارتنير اللي عندنا معاهم دي كونفونسيون يعني راه ماشي غير هضره ماشي لا اي حاجه الحمد لله درناها تأسست مؤسساتيا ويعني ما يمكن لها الا تستمر واللي الا بغات تحيد خص شي واحد يحيد ديك المؤسسه دونك راه مؤسساتيا الحمد لله كلشي كاين كنشكر رجال الاعلام اللي الحمد لله في الاول الصراحه تقل كان شي شويه ديال التخوف ولكن الحمد لله الا ربحنا شي حاجه ربحنا المصداقيه والثقه مع الناس ديال الاعلام ولاو صراحه تقل سفراء ديالنا هادشي كنفتخر به بزاف لان سفراء ديالنا ولينا ما كنهضروش هما اللي تيهضروا حنا تنخدموا وهما تيشوفوا كلشي وهما اللي تيهضروا علينا بالصدق حنا كنطلبوا ديما كنديروا الشفافيه دونك هاد التواصل هادشي ديال التواصل المساله ديال لا غولاسيون كليون استقبال الزبناء الحمد لله مشينا فيه بعيد الرقمنه وتقرير تبسيط المساطير يعني ما نقدرش نقول كل شيء من الحمد لله مع المدير الجديد راه لا يمكن إلا أن تسير هذه الوكالة وأنتم معها قدما إن شاء الله في الرقي وكنتمنى منكم تعاونوها وتبقاو كيف كنتوا معهم ونتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا جزيلا وكنعاود نشكركم أخيرا ميرسي بارك الله فيكم.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.